أخبار اليوم. اللي جاي بقى مفاجأة، يعني في أنا دلوقتي بحضر حاجة مش هاوس، يعني لسه ما استقرناش على شكل الأغنية، بسمع كذا حاجة، بس إن شاء الله تبقى مع حد جامد جدا، قوي جدا برضو، اسم محترم جدا وليه باع طويل في المجال الفني يعني، وبرضه ليا الشرف ان انا اشتغل معاه، بس مش هقول اسمه دلوقتي، خليها مفاجأة. لا مش هقول اسمه، خليها مفاجأة. وبحضر برضه مفاجأة اليومين دول، هتنزل قريب، هيبقى الحصري معاكم انتوا يعني. ايه هي بقى؟ بحضر دعاء لرمضان. كنت لسه هو يسألك السؤال ده. بحضر دعاء، بس انا مش، بس خلاص بقى، انا قلت يعني هينزل قريب ان شاء الله، كمان اسبوع او حاجة. سجلت خلاص ولا لسه هتسجل؟ انا بس كان عندي برد زي ما انت شايف، مخنف شوية، فكنتش عارف اسجل، فابتديت افوق امبارح او النهارده، اشتغلنا على المزيكا، خلصناها، وبكره وبعد اسجل يعني. خلاص يبقى احنا معاك ان شاء الله في الاستوديو، كواليس الدعاء والبرومو بتاعنا هيتذاع. خلاص الاخبار طبعا طبعا كده. ويعني لفته بصراحه منك يعني كويسه جدا جدا، ان احنا متعودين دايما كشعب مصري كلنا وكمجتمع مصري، ان مفيش فرق ما بيننا ما بين، يعني مش عايز حتى اقولها، انا مش عايز حتى اقولها ان ده او ده، لا احنا كلنا مصريين وكلنا مجتمع واحد وكلنا بنجتمع على الالفه والخير وكلنا دايما مع بعض عشان مصر. يعرف يفرق في القصه دي بين الاديان و ان هي مصر كده، وتبقوا طيبين ورمضان كريم وتبسطوا وتاكلوش كنافه كتير والحاجات دي، عشان انا بحب اكل الكنافه كتير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.